قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك. مساء الخير عليكم وعلى عوائلكم الكريمة في هذا البث المباشر لهذه الليلة اللي راح نتطرق لها لموضوع مهم، بس احنا دائما الشرق الأوسط ما ينتبه إلى هذه المصايب، ما ينتبه إلى هذه الكوارث، ما يقرأ، لأن الجرائد والصحف العربية والمجلات دائما تحت التقييد وتحت المراقبة وما ينشرون الحقيقة. فنحن نجيب هذه الصحف البريطانية الأمريكية الفرنسية الألمانية ونقول لكم اللي دي يصير من حواليكم وانتم ما تعرفون، ونقول لكم اللي دي يصير، اللي الأمة العربية راح تصير فحم وحطب للحرب القادمة اللي هي راح تكون حرب الناتو وروسيا. اللي يسأل ويقول بأنه الناتو وروسيا ما لهم شغل السملتهين بالشرق الأوسط، هو حربهم راح تكون بالشرق الأوسط. إيران الخبيثة جار العار، إيران مدعومة من الصين وروسيا، وحتى سوت معاهدات تجارية سلاحية نووية مع الهند. هنا اجت أمريكا وقعدت ويا الناتو، وقبل يومين القائد العسكري لحلف الناتو أو الشمال الأطلسي صرح علنا في مؤتمر صحفي بأنه من بداية الثنين، يعني من الثنين باكر، راح يبدي تسليح الناتو وتدريب جيش الناتو لحرب انهاء روسيا بالدقة قالها. اما ايران وتخطيطها للحرب داخل الشرق الاوسط، دا تشوفون ايران دا تلعب لعب ودا تسوي افعال بسبب كلابها اللي تستخدمهم ذيولها. هي ما تحارب، يعني قانونا ما تقدر تحاسب ايران بانه سوت كذا وكذا، بس عندها كلابها وعندها حيواناتها وعندها مواليها وعندها كل هذول الذيول اللي منتشرة في العراق، في سوريا، في اليمن، في لبنان. والآن أعطت أوامر لكل خلاياها النائمة في أوروبا في حالة ضرب إيران تبدأ عمليات إرهابية في أوروبا وبالتحديد بريطانيا وأمريكا. هذه راح تتنفذ. بس الخبر الحلو اللي أني دا أشتغل عليه صار أربعة أشهر، أقل الأربعة أشهر، بوضع ما يسمى بالجحش المحشي بالعراق على قوائم الإرهاب، والحمد لله راح يصدر قرار من بريطانيا وأمريكا بوضع الجحش المحشي على قوائم الإرهاب. هنا المن راح نكض؟ راح نكذ اللي دايما تحوم بالجحش المحشي، راح نكذ كل هذه الصفحات اللي نعرفها ومصوريها ونقدمها للسلطات على قول الذاك، ونشوف بعدها منو يمدح بهذه المنظمات الإرهابية، إن كان جحش محشي، حزب الله، حوثي، ما حوثي، ما كلها راح تنحط على قوائم الإرهاب. والحمد لله والشكر اللي أسست دين ابن سبا وبعثت العمائم والقاذورات إلى العراق عام 1919 بريطانيا العظمى بلشت تصحى وبلشت تعرف جماعة المظلومية بالثمانينات والتسعينات اللي يشتكون احنا مظلومين، صدام حسين كان يقتلنا يعذبنا ما اعرف شنو، ما عندنا دولة، ما
وتم تجنيسهم وعطاهم الإقامات بالأسامي اللي غالبيتها مزورة طبعا، وكلهم هسه تم فتح ملفاتهم من عام بالتحديد 1990. يعني حتى الماخذ جنسية راح يتم إعادة النظر وتقييمه هل يبقى في بريطانيا أو لا. ويعني احنا طبابين خير بعثنا صور تقارير إقامات كل هذول الزبالات طابين طالعين للعراق، شنو كان أملاكه قبل 2003 وشنو عنده هسه، من وراء من يدعمه. أكو واحد مطي كان البارحة مكيف بأنه وزير البطنج في العراق، رايح ابنه هذا اللي تاجر السلاح في بريطانيا اللي مهزوم من أمريكا، عود مسوي لقاء ويا ما يسمى المبرقع، ما أدري المقرقع، مو هذه أساميهم، ولد محازم بعد، اللي هو انحط وزير بأمر من نوري تنكة. نوري تنكة راح ينحط على قوائم الإرهاب، ولقاء ابن هذا ويا هذا الإرهابي راح يصير إرهاب، وثانيا ابن هذا المطي اللي قاعد بأمريكا غير مخول إلى يبقى هنانا. واليوم نشرت اللي يريد وعنده معلومات نشرت على تويتر وثبتت شو اسمه باللغة الإنجليزية بأنه هذا ابن الدايح اللي قاعد بأمريكا اللي ساكن في بريطانيا، إقامته مزورة، وصوله إلى بريطانيا مزور، يلتقي بالإرهابيين بالميليشيات بكذا، وبعدين خلي يروح ينكر. هسه اليوم أنا سويت تويتر وثبتته بصورة بكل شيء، وسويت تاج لكل أجهزة الأمنية اللي موجودة في بريطانيا، وإن شاء الله باكر راح تبدأ اتصالاتي وخلي نشوف هذا ابن الالتهابات شلون راح ينجي منها. عنده مكانين، اما يسفروه للعراق او يرجعوه لامريكا. امريكا حسب ما افتهمنا ما تريده، فان شاء الله يرجع للعراق الى وطنه، مو ابو صيح يا عراقيين، فراح يرجع لهناك ان شاء الله معزز مقدر وينتمي الى الارهاب والى ذول الميليشيات. وبعد ما شايف شيء، لا تفرح هذه الفرحة أنت ورجعت وراح أفتح وأجي وأخو قلالة، لا تفتح، بس لا تفرح، رحمة للنبي، ترى الفرحة كبيرة جايتك. والله 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 أطلع في بث مباشر وأزين شاربي إذا ما أخليك تبوس 44 هذا وما تلحق. ترى الأيام دول، واليوم عدت فرحان. ما بابا شوف يوتيوب ما يوتيوب، هاي شغلة مزعطة. ولما تقول هو من يعرفك لو ما آني، يعني أنت يا خيسة العراق، يا زبالة العراق، يا ما تعرف. يعني هسه آني صار لي كم سنة أسب مقتدى، هسه أني عرفت مقتدى شي يريد وافتهمنا على مدى، يعني طول 20 سنة عرفنا مقتدى شي يريد. بس أنت يا المطي قاعد بأمريكا يوم تمدح صدام حسين وصدام الله يرحمه وما أعرف شنو، شو ماكو فلوس، يوم تأذن بالجامع، يوم التهابات راقعتك بالنعال ومهزوب للجامع وتصيح يا عربي يا مسلمين تعالوا صالحوني على الالتهابات، التهابات هاجت وطردتني من البيت. ولو ما اخواننا المغاربة والجزائريين الموجودين في امريكا كان حال الضيم حالك. ورجعت فتحت لك دكان، ما عندك غير سب الاعراض، سب الاموات، سب الناس، سب الكذا. اني عتبي راح اكون معاكم صريح وتحملوا صراحتي، وحتى إذا سبيت غالبية اللي موجود عندنا بالقناة غالبيتهم
يتابعون هذا الكلب ابن 16,000 دونكي. انتوا ما قاعد تعرفون بانه بمشاهدتكم له انتوا تصعدون، ومن تسوون شير للبثوث مالته، وخاصه سمعوا انتوا جماعه روحي نخله بتكريت اللي بسببكم صدام حسين راح، واللي انتوا سلمتوا، واللي انتوا بعتوا، واللي انتوا دتاجرون بيه لحد هسه. اسمعوا انتوا جماعه تكريت، مو تكريت يعني الناس العاديه، لا، اللي كانوا منتفعين من الرئيس صدام حسين الله يرحمه. انتوا قارصين وقويتوا الدكان ماله بسببكم، لان كل ما يسوي بث قعدتوا سويتوا شير للبث مالته على مود مو محبه بيه، حتى اخاف تسمعون يجيب طاريكم وتطمون راسكم بشغله. يا مطايا يا حيوانات، والله انتو سبب دمار العراق، انتو سبب دمار. بوقت صدام حسين الله يرحمه الله ما يجرعكم، بسبب بوقت صدام حسين الله يرحمه من يحكي وياكم غير الطيرو بسابع سماء؟ هسه انتو سلمتوا الرئيس، ترى ما اجي ابن البصرة لو عمارة لو اربيل اجي سلمه، انتو سلمتوا، قبضتوا الثمن، دتاجرون بي، تسوون افلام عليه، وكل هذا منبطلين. هالمرة دتاجرون بي وحاطين صورته بكل فيسبوك، تدخل تلقي صورته وفلان التكريتي وفلان العوجة والناصري والمعرف شنو، وانتو غالبية عملكم مع الميليشيات، إن كانت تجارة سيارات غير شغلات كلها عدي. خوب يلوى عبارة عن عوجة صغيرة، والأردن خوب حدث ولا حرج. فأنتوا إذا فعلا فعلا أنتوا تقولون يا عراقيين، أنتوا اللي قاعد تخلون واحد مثل هذا النزق ابن صبيحة يصعد، وانتو قاعد يشيرون دائما البث مالته. والله لو تتركوه، والله لو تتركوه يعوي مثل الكلب، والله 100 واحد ما يصعد وياه. ومن اللي يصعد وياه؟ الضروقي، ابن محازم، ابن ايران، ابن الميليشيات، الرفحاوي الساقط اللي باع مرته، وتعرفون الرفحاويات ما شاء الله خير من الله، يعني تقدس الجسمة، والله شاهد ما تعوفك إلا يعني تعصره قبل ما تعوفك. هذول اللي يصعدوه ويندعموه، وأهل المظلومية هم دول اللي وراه. أنتوا تكارتة، أنتوا كنتوا مع الرئيس، أنتوا أكلتوا خير الرئيس، أنتوا عائلة الرئيس، إيش عدكم رايحين يمه؟ إيش عدكم مكركين وقاعدين هناك؟ والله أخاف يصعد واحد ويا من دول الخياس ويذكر أساميكم، وتهديدات إلي توصلني من عندكم، وأنتوا تقعدون مسوين على الصفحات، وهذا أخو قلالة وأخو قبور طمتكم وطمت اللي خلاكم عايشين. ألف رحمة على روحك صدام حسين، ما عرفت شون تختار زلم داير مدارك مو منا وهيج اللي صايرين زلم. يعني تصوروا هذا شي ستمن سلوان الملطلط مسوي له قناة ويصرف يطي فلوس للقنوات الفضائية على مود يطلع بيها، تصور. وهذا الاخ سليمان جذرية نفس الشيء. وانت يا رغد صدام حسين، وانت يا رغد صدام حسين، ترى انت مو اقل شر من عندهم. وهذه رسالة إليش أقول لك إياها، أنت مو أقل شر منهم، وأنت لو كنت فعلا تحبين الرئيس، محامي بسيط على هذا الخارط ابن الخارط وين على الوالد والدي، لو بس قادرين على لطيف يحيى، ها، لو بس قادرين على أنت حرير، حرير حبي بالتحسين كامل، تذكرين رسائلك وسبش علي
ما تروحين تروحين على ذاك اللي ما مو تقولين خالي عدي وجدي صدام حسين، ما تروحين حبيبتي علي، ما تروحين تسوين دعوة مثل ما تقولي لي راح أسوي دعوة عليك بالمحكمة، لازم المحامي سليمان جدرية راح تأخذي لي على مدها. أتى تنجح القضية الله شاهد في سرسرية. أنتوا أفتوا يعني كم واحد أنا خلصتكم من حلقة وخليته يسكت ويمبلع بعد، وتفترون تفترون تجون علي، بس تروحون على واحد ساقط ابن ساقط ابن 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 كل شيء. قاعدين تفرجون عليه تسمعون، خاف يجيب طاري واحد أساميكم. أنا ما شايف ساقطين مثل ذولا، يعني واحد يقعد يسبهم ويسب عشايرهم ويسب أعراضهم وعرض الرئيس اللي أنتوا كنتوا تمشون تحت ظله، وقاعدين تسمعون وكل ما هيجي على قولة الرئيس همسن ما تطلع منكم. لعد إش قد جبنا، لعد إش قد خياس، لعد إش قد حثالات، كنتوا بس قادرين على المسكين والفقير. والله العظيم انتوا اسقط من هذا ابن الخارط، انتوا اسقط من التهابات مرته، لان انتوا صعدتوا. كل ما اباوع من تكريت تجيني اقول لك شوفوا هذا يفشر، ما تروح انت تنعل والدي جاي علي شنو ابن سير القيوة، شبيكم خرستوا خايفين، قاعدين بتركيا وقاعدين بالاردن وقاعدين بروح ابهاتكم، ايش عندكم علي تدزولي روابط دا يحكي؟ واذا دا يحكي بيكم خير طلعوا، اني نفضت امه وابو، اني تكريتي مكتوب علي تكريتي، انا انسان كردي ادافع عن الرئيس صدام حسين الله يرحمه، ابو دلف انسان بصراوي جنوب العراق يدافع عن صدام. شفت لي واحد من دول الحثالات اللي كانوا ياكلون من عز صدام حسين وياكلون من خير صدام حسين ويمشون باسم صدام حسين دافع عن صدام حسين؟ ابد، غير شعارات وصور صدام حسين، ما يطلع لا صوره ولا شكله ولا ابد. اني واحد مثلي معارض شنت له، بس شفت الخيسه خلونا نترحم على حتى جلادينا، وأباوع وشوف كل دول أهل الزيتون اللي كانوا يمشون ويا الرئيس قاعدين ويفرجون على واحد مطيح حظ أعراضهم ويسبهم ليل نهار يعني، وقاعد يتفرجون على الإفشار مالتكم. فتستاهلون والله تستاهلون يدككم بالنعال وعلى راسكم، والله تستاهلون، لان هو هذا مستواكم. لو بس تبطلون تروحون يمه وتتفرجون تسمعون المهانة عليكم، والله 150 واحد ما يصعد وياه، بس شو اسوي لكم تموتون على الاهانة. المهم موضوعنا هذا الناتو والدول الأوروبية واللي مشاركة بالناتو، وهذا السويد اللي طول حياتها معروفة بأنه دولة محايدة لا تدخل حرب ولا تبيع ولا تشتري لا سلاح ولا إلا شغل، دخل راح يدخلوها بالناتو، وحتى فنلندا تريد تدخل للناتو، وكل ما زاد العدد ما الناتو كل ما روسيا تتهستر، مو خوفا منهم وإنما يطعنون بيها. روسيا بلد عظيم عندها أسلحة متفوقة وعندها من يواليها. الناتو شوفوا أمريكا خطتها وين، راحت للشرق الأوسط بحجة محاربة إيران والحوثيين والمعرف شنو، ونشرت بحجة حماية إسرائيل هي، ونشرت كل بواخرها وبوارجها والحربية ومفاعلاتها وما خلت شي مودتها، غواصات نووية
غص ما أعرف شنو كل شيء ودته. أمريكا علنا تعرف بأنه من يحرك الميليشيات في العراق لقصف قواعدها العسكرية هي إيران. إيران أمريكا تعرف إيران تمشي كل الميليشيات في سوريا لقتل الشعب السوري. أمريكا تعرف بأنه حزب غضب الله في لبنان مدعوم إيرانيين. أمريكا تعرف بأنه الحوثيين خطوا نخلة وفسفورة إيرانيين ودعمهم وسلاح كذا إيرانيين. بس منطق إيران. بس الخطة مالتها حسب ما تعرفون الخارط يشتغل بالسي اي اي فسرب معلومة بأنه أمريكا قاعد تضرب أذناب إيران لحد ما تتفرغ وتكون الضربة القوية لإيران. أنا عندي وجهة نظر ثانية، بالعكس أنا أقول الضربة الرأس أحسن من الذيل، لأن عمر الحية ما تموت من تضربها على ذيلها، إذا ضربتها على رأسها لا تموت. إيران رأس الأفعى في الشرق الأوسط، ولو شوية الدول العربية والخليجية بالتحديد تحركوا وقالوا لأمريكا إذا ما ضربتوا إيران اللي هي دا تسوي بلبلة بكل الشرق الأوسط وبسببها الحرب قائمة هنا وهنا وهنا، أما نقطع النفط وما نصدر لكم أو راح نسد النفط. شوفوا إذا طول يومين بعدها إذا ما نبشوها الإيران إذا ما نبشوها الإيران. بس هاي قادة العرب كراسي، يعني هو حافظون على الكرسي. أما أوروبا فهذا رامسفيلد المنعون، تذكروه من قال أوروبا العجوزة، أوروبا العجوزة هذا اللي كارهيها أمريكا مو اليوم، من السبعينات من بداية الاتحاد الأوروبي. ولما قلت هنري كيسنجر رسم خريطة الشرق الأوسط وشرحناها في بثوث يعني سابقة، حتى رسم خريطة أوروبا وقال لهم أوروبا إذا اتحدت راح تصير قوة عالمية ضدنا أو قوة عالمية تنافسنا، وأمريكا ما تريد المنافسة، وأمريكا ما تريد بأنه الدول تتعامل بعملاتها، من كان الدويتش مارك وكان الكرونا كان الشيلينج النمساوي، كل هذا ما يريدوا، يريدون الدولار تكون العملة الوحيدة بالعالم تتداول. فسوت ضربت مصالح أوروبا وبالتحديد في حرب روسيا وأوكرانيا، جبرت كل الدول الأوروبية ومنها ألمانيا اللي في دستورها اللي طلع 1945 أكو بند بالدستور الألماني، يقول الدستور الألماني 1945 بند يقول بعد ما صارت النازية وكذا وكذا فألمانيا تريد تبيض صفحتها، فكتبت بالدستور ألمانيا لا تدخل حرب بعد ولا تبيع سلاح، اسمع هذا، ولا تبيع سلاح إلى أي دولة على حساب دولة ثانية. يعني إذا كانت في حرب ألمانيا ممنوع بيع سلاحها إلى طرف غير الطرف الآخر، من حقها تبيع السلاح إلى دولة مثلا ما عدا حرب للتدريب او لتطوير معداتها العسكرية، اي بس ما تدخل في حرب. امريكا جبرت الحكومة الالمانية بتغيير هذا الدستور وشالوا فقرة ما تدخل حروب او ما تدخل في صراعات دولية او عسكرية، حتى ليش يمهدون الطريق بإرسال الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا. شوف المصالح
والضربة الأمريكية شلون طيحت حظ كل أوروبا، مو بس بريطانيا، مو بس كل أوروبا. استخدمت مع أوروبا طريقة طيع واسكت، يعني أخذوا مشورة السيد طيع واسكت، لأن ما أعرف هذه أوروبا ليش تخاف من أمريكا. ما أعرف هذه أوروبا مع العلم عندها تكنولوجيا وعندها أسلحة وعندها وعدها وعدها، بس المصالح الشخصية والسياسية تغلبت على كل شيء. من حرب أوكرانيا ولحد يومنا هذا، والحروب اللي قاعدة تصير هسه بالشرق الأوسط والبحر الأحمر، الحكومات الغربية تستغيث من الإفلاس اللي يصير عندها. أسعار المواد الغذائية ضاعفت، إيجارات البيوت ضاعفت، شركات عالمية أفلست في هذه الدول الأوروبية دا أتكلم، وهذه اللي كانت تريدها وتخطط إلها أمريكا من السبعينات، ونجحت بتدمير القارة العجوز، ومنها هذه بريطانيا الموالية المظلومة والتابعة لآل الشقة. أمريكا نجحت بسياستها هسه في الشرق الأوسط، وخلت إيران تكون شرطيها الوفي، واعطتها المجال والوقت لإنهاء قنبلتها النووية، وخلت أذنابها وكلابها في العراق. كل ما تجي ضربة في سوريا ويصيرون كباب جماعة الحرس الوطني أو جماعة حزب الله أو جماعة جيش القدس، ما جيش القدس يسوي بسوريا؟ مو هذا القدس، روحوا يم القدس. بس لا، ونشكر الرفيق ترامب على الشاش الكباب اللي صارت في سوريا، ونشكر الرفيق نتنياهو على الكباب اللي طبخه، بس ما راح يطلع بنكهة الإمام المبجل عليه السلام الإمام ترامب، عجل الله فرجه ويرجع رئيس. وفعلا هو الشيف الوحيد اللي ذوقنا الكباب العالمي يوم اللي جعل أبو مندي المهلس وسلح فاتي أحلى كباب على طريق مطار بغداد، ويجب وضع صورته في كل بيت شريف. المهم، أمريكا اتعهدت سرا مع إيران، احنا راح نلهي المنطقة، انت عندك كلابك كل ما تريدين شيء حوليهم، انت جي القنبلة النووية. ليش امريكا ايش راح تستفاد اذا ايران انتجت القنبلة النووية؟ هنا ايش راح تسوي؟ ما تبقى من اموال الخليج راح تجي عليهم مثل ما سوت عام 1990 لحد 2003، راح تيجي تفتر على دول الخليج وبالأخص السعودية، تعالوا اشتروا سلاحنا، تعالوا احنا نمولكم ونعطيكم صواريخ متطورة حتى أخاف إيران تفكر تضربكم، وراح يحلبون كل دولة من دول الخليج. وإسرائيل ما راح تمانع بقوة إيران وسلاحها النووي، لأن أكو تعهدات بيناتهم. وآخر لقاء بين إيران وإسرائيل كان في فندق في فيينا عاصمة النمسا قبل أكثر من 3 أسابيع، على مود يتفاوضون شون يوقفون هذه العملية مع الحماس وما أعرف شنو وحزب الله، ولا يضربونه ونضربكم. فقالوا لهم أوكي، انتوا سووا السلاح النووي بشرط نسوي معاهدة السلام. وهسه الايرانيين يفكرون بيها، وراح تصير طبعا بسبب اللوبي الصهيوني او اليهودي اللي متواجد في ايران. اما اوروبا ففعلا راح تصير هسه انتوا مو كلكم ميتين تعبرون بزوارق على موت تجون لأوروبا وتستقرون بيها وتعيشون هذه الحياة الهنية اللي بأوروبا.
راح تصير هجرة عكسية هسه. بدل ما احنا نجي البلدان هم راح يجون البلداننا، رغم مآسي والكوارث اللي موجودة ببلداننا، بس من المجاعة اللي دا تصير هنا. انتو هذه بريطانيا العظمى، انا دا احكي على البلد اللي لسه قاعد بي، هذه بريطانيا العظمى، رابع اقتصاد بالعالم، غالبية الناس بعد ما عندهم فلوس يدفعون 10 باوند للكهرباء او غاز في هذا الشتاء. طبعا عاصفة عندنا برا، بس الله ستار يعني، قلت اليوم شبابيك راح تطير، بس شديت علق مال جدي الحسين وهو اللي حرسنا. اوروبا انهوها امريكا، الشرق الاوسط رايح الى فعلا حرب عالمية ثالثة تاكل الاخضر واليابس، وجماعتنا ملتهين، هذا يسب هذا وهذا يطحن هذا وهذا منه عنده مشاهدات اكثر وهذا منه ما اعرف شنو. اما التكتيك فحدث فلا حرج، التكتيك هذا مال ولاد ام حازم اللي مطلع الصدر، قصدي الصدر يعني مقتدى، وهذه العرباين وهذه السوالف، لان احنا شعبنا بالتحديد العراقي شعب متعلم يحصل على شهادة دكتوراه بس ما يريد يدرس، شعب متعلم يريد يأكل بس ما يريد يطبخ، لازم أحد يطبخ له، شعب متعلم على الفراش يعني يريد ينام دائما 24 ساعة ينام، شعب متعلم الله يفضل عليه ويموت وهو ساجد بس ما يصلي. أخذوا هذه التناقضات وهذه الكوارث اللي موجودة في شعوبنا المريضة، اللي موجودة في أنفس ضعيفة، وأني أخصص جائزة. شو تقولون نسويها جائزة؟ والله العظيم ومو شق، 100,000 دولار جائزة، 100,000 دولار جائزة لمن يعطيني، وهذا طبعا الجائزة مو مثلا محدودة في يوم أو أسبوع أو شهر، لا منا إلى يوم القيامة. أي مسلم، أي شخص من جماعة علي وياك علي اللي يعبدون الحسين والعباس وهذه، 100,000 كاش في أي دولة تريد أحول لك إياها، إذا جبت لي دليل واحد فضل الحسين على العراق أو إنجازاته، فضل واحد على العراق أو منجز واحد سواه، تأخذ 100,000 دولار. مقصر وياكم يا عراقيين، ذبحونا باسم الحسين، دمرونا باسم عباس، هتكوا أعراض الناس في السجون ونسوان حبلت من ما تعرف منو، لأن كانوا الحراس يسوون ما يسوون، جماعة أهل الغيرة وأهل العرض واللي يحكي لك بالعرض والكذا، كله باسم آل البيت. أريد أفتهم أيهما أفضل، رسول الله أو الله أو آل البيت؟ شنو إنجاز الحسين؟ اعطوني إنجاز واحد للحسين والفتوحات الإسلامية للحسين هو وأخوه. الحسن كان يحكم، إجا يزيد ومعاوية قال له الله يساعدك بصوت، تعرف قيادة كلهم قيادة، قال له الله يساعدك يا حسن، شونك أخي؟ تعال يزيد قعد. رأسن وقال له نعم سيدي نعم، تعرفون يزيد ومعاوية بعد يخوفون. قال له حبيبي احنا جايين هنا نبدأ، انت ابن عمنا، احنا ولاد عم، ما اريد لا نشتلك ولا نطيح دمك ولا ابد، فريدك تعوف الحكم عنا وانت تقلب، دحى جسرى يمنى. الحسن قال لهم زين ما يخالف، انا اترك الحكم وانا بيدي المال وبيدي، والله انجاز الوحيد للحسين طلع ولد ام حازم عافية، هذا الرفيق يعني صدق مناضل. زين
تندار للحسن يسرى يمنى، قال لك هذا يزيد وهذا معاوية، در نفيساتهم يعني تعور. قال لهم زين أسلمكم السلطة، إيش قد تطوني بالسنة؟ شوفوا حتى تعرفون بأنه المال والخوات من ذاك الوقت. فقال له لنطيك هلقيت. اتفقوا، خابروا على سليمان جذرية، ذاك الوقت هم كان اكو سليمان جذرية، الله شاهد هذا سليمان جذرية بكل وقت. قال لهم تعال بالمحكمة سوي لهم عقد، وتعرفون دكان كان يطلق ويزوج بس سوى لهم عقد. فالحسن اتنازل يزيد ومعاوية، وهذا هو أبوك الله يرحمه. قال له روح اقعد وين ما تقعد. زين فراح على شواطئ الجزيرة العربية، زين لبس بكيني ومايا والجاريات. زين أقول لكم صدق، هاي ما جاريات جماعة الحسين والعباس، وهذه الإسلام من إجا؟ هو الإسلام ليش إجا؟ مو على مود تحرير الجاريات والعبيد وكذا، وأول من حرر بلال الحبشي، صح لو لا؟ انقلب عليكم شو اسمه ذاك واقول لكم الاسلام جاي تحرير ولا كذا، اكتب واحد واكتب اثنين. زين الاسلام اجى لتحرير العقول وتحرير العبيد، وماكو خدم وماكو كذا والكل سواسية. عندي سؤال درنفيسي لجماعة آل الشقة والبيت والدرنفيسات دولة اللي جماعة علي وياك علي. زين انتو تقولون الاسلام حرر من العبودية وماكو شيء اسمه هذول جواري او خادمة فلان او ما اعرف شنو. زين انتو بكل رواياتكم جت الخادمة زينب، وجت خادمة ما اعرف منو، وجت خادمة الحسين وخادم الحسين وخادم علي. اكو رواية طبعا انا نيت هاي الرواية سمعتها نيتي قعدت بيا زاوية، لا عبرت بالبحر هنا. أنا واحد يقول انا رحت هذا شو اسمه الفارسي سلمان الفارسي، يقول نزل علي بن ابي طالب قال له يا سلمان اتني ببغلة رسول الله. هاي اول مرة بحياتي اسمع رسول الله كان عنده بغلة. أنا اللي أعرفه كان أكو برازيلي مكرم وبوكته، بس المهم آتني ببغلة رسول الله. يقول راح سلمان الفارسي جاب البغلة، آتني بقضيب رسول الله. من قال قضيب رسول الله؟ النية ماتي ضربة دقلات لحد ما عبرت المحيط الهادي، يعني الرسول ميت جيب لنا قضيب الرسول، فسرونا حج وزير وقافنا يرحم والدك انت تعرف حاج ورايح وهذه، احشينا شنو معنى القضيب الرسول. ولا حد يقول اوشية او كذا او هذه، ما كان قال جيبوا لي عصا الرسول، ما كان قال قضي، جيبوا لي قضيب الرسول. زين قضيب الرسول استغفر الله والشكر، أريد أفتهم يعني شلون أصفوا النية. حجي وزير داخلية وزير أوقافنا والشؤون الدينية والدنيوية، القضيب يعني ما يحتاج تفسير. أفتى وزير أوقاف قناتنا بأنه يقول القضيب ما يحتاج تفسير، يعني در نفيس يأدري محنطي القضيب للرسول. ليش حبيبي يعني هذه السوالف مالتكم؟ فيقول هذه الرواية يعني متناقلة، وشوفوها موجودة، روحوا باليوتيوب يوتيوبوا قلقلوا بالجوجل هم تشوفوها. زين فقال أعطني بغلة رسول الله، أعطني قضيب رسول الله. فصعد البغلة واختفى، يأدري بربا شاطر، يأدري سندباد البحري، أدري مع يعني أنتوا هذه القضايا الدرنفيسية مين تجيبوها؟ يعني أولا وزير أوقافنا نطالب تشكيل لجنة دينية دنيوية نطالب بيها بقضيب الرسول،
هذا قضيب الرسول. اللي ما يرجع قضيب الرسول الله شاهد أصح له أسماء التهابات، حتى القضيب هذا خليه يصير به التهابات، فأنتم بكيفكم. الله شاهد يعني صعد بغلة الرسول وأخذ قضيبه وانتهى. كاسبر، تذكرون هذا كارتون كاسبر؟ سيبندية سرسرية، دبحتونا باسم الحسين وكل ما وجدت خادمة الحسين. فيقول لك مرة الحسين طاب والجاريات داير مدار جواري. زين جواري اشبيها مرت الحسين؟ على جفوفها حنة، ما تقوم تطبخ له تغسل له ورسير القيوة، ليش تريد خدامات؟ زين لعد هذا غير اسلام اللي حرر العبيد بس تجيب جواري. هو عبيد جواري وزير اوقافنا رحمه للرضا، انا صار عندي يعني الغاز جيت قام قمت اخبط مي ودهن. يعني الاسلام منا يقولون اجى يحرر ومنا يقولون كانت له جواري وكان يسوي بدلي، يعني بيناتهم حط له نسوان ثلاثة أربعة بفراش ويلعب دقلات وياهم. ما بيش الله شاهد، لأن يعني ابن جد رسول الله ما أدري ابن بيت رسول الله، فمن حقه كل شيء يسوي، يجيب جواري يلعب شقلبان يضرب دقلات. ابن رسول الله، ابن جد بيت رسول الله، أما بيت رسول الله فسووها يعني سيدة نساء الجنة. أريد أفتهم سيدة نساء الجنة ليش؟ هل هي أشرف وأطهر وأعز من زوجة رسول الله عائشة اللي سبوها أو حفصة؟ سيدة نساء الجنة، اعطونا رفاق، رفاقنا المتدينين في القناة، احنا نعرف وانتو كلكم تعرفون الدين درنفيسيا وخاصة ابو خمرة، اكتبونا بالتعليقات شنو انجازات زينب او فطم. مو انت فطم حبيبتي، انت جنسيتك غير شكل، دولة دنحشي على دولة اللي طيحوا حظنا 1400 سنة. يعني احنا هنا ماكو شيء اسمه سيد وما اعرف شنو في 2000 يعني تقدر تجيب خدم وكذا. احلى شيء من الرفاق المؤمنين يقول لك ماكو جواري ماكو كذا. زين ذني الخدامات والكذا مو انت قاعد هم شو اسمه تسوي نفس العمليه بس بطريقه شقلبانيه. هسه يطلع لي واحد يقول اي مو نعطيهم راتب. من واحد يصير عنده خادم أو قادمة ويقعد 24 ساعة قومي جيبي قهوة جيبي شاي وينومها بالمطبخ أو ينومها ويكتلوهم ويضربوهم، حلال الله شاهد حلال. مؤمنين بكيفهم، المؤمن اللي حق كل شيء يسوي. هذا بقى أخذ قضيب رسول الله عبر بيه الدابة مات. فأنتوا تقعدون تصيرون مسلمين براسي بال44 أرجعكم. أنا أعرف الإسلام شنو وليش إجي، قاري قرآنه وقاري التفاسير وقاري قاري قاري، بس ما أريد أصير أقعد هنا لا تحكي هذا ابن رسول الله ابن بيت رسول الله. أي ما يخالف نجي وياك ابن بيت رسول، هي بيت الرسول الله شنو قدمت للإسلام؟ كم رواية كلهن 7 وغالبيتها غير صحيحة. قال الإمام الساقط قصدي الصادق هو يعني زين، دخلت فاطمة راحت على زينب قالت لها عدي شلون تلفين الدولمة، فنهقتها زينب وقالت لها ورق العنب لا يحبه رسول الله يحب اللهانة. وهنا يقول لك صارت معركة الجمل. ليش؟ لأن الدولمة مفيدة. وسووها رواية وراحت عائشة ما أعرف السوت وراحت ما أعرف شنو هذه جدتي. زين
وجابوا ذاك الخارط قام يغني لهم وتشنوا وسوى صلح صلح الحديبية بيناتهم. سرسرية سفلة. ذبحتونا 20 سنة. قال آل الشقة، قال آل البيت، قال ابن عم الحمزة، ورفع سيفه وقطع رأسه، ما سمعنا غير سيف ورأس. أنا من يقولوا لي رأس الله شاهد غير مكان يطير. أنت قاعد دحج رجل اسماء ريحتك حبيبي. يعني ساني يا شباب يا عراقيين، سألوني بعض الأخوة قبل ما نجي على اليوتيوب مغير الديكور وهذه، أنا ما قلت لكم رفاق، أنا بعت الولد حطيتهم على الإي باي، باي وان جيت وان فري، الله شاهد على مود العراق، على مود أطلع أشتري ذني وأقعد أفيك عليكم العراقيين، أستلم السلطة وتعرفون. أي فتصوروا واحد يصير فرس نهر يصير رئيس دولة العراق ويشيل القصر الجمهوري حوله بالكمالية والتهابات يصير السيدة الأولى. فمن حقهم، من حقهم جماعة آل الشقة أو آل ما أعرف شنو يطلعون هذه الروايات، فيقول لك دخلت زينب وصعقت ما أعرف شنو وقالت عائشة وقالت ما أعرف، وهذه الروايات حدث ولا حرج. وهذا الشعب الحشاكم الخايس اللي يمشي وراهم زين وطايح حظه وكل شيء وحط آل البيت بيه، ضباط يتخرجون راحوا للحسين أخذوا له تحية، كليات تتخرج نهدي شهادتنا لابن بنت رسول الله. يأدري أنت متخرجة من طيب من هندسة تطين شهادتك للحسين وهو ما يعرف الشك من البك، يعني حتى كان يبصم لا يعرف يوقع ولا يعرف يكتب ولا يعرف، وانت تطيها مسويت لدكتوراه تهديها البنت بنت رسول الله. طبعا راح يسوي حلقة بي، شفتوا شفتوا شلون يستهزئ يا شيعة نعرف هاي الأفلام، دخل يسطرون على عرضهم أول شيء وأبنائهم وعائلهم. أنا قلت لكم من ذاك البث بعد ماكو شيء اسمه عيب، بعد ماكو شو اسمه، كانوا يجيبون العريضة يقول له تعال يا حسين آتنا بقلمك ومساحتك، فهو شايل شو اسمه غير شيء غير قلم وجايهم يا معود ايش دا تسوي، حتى فهمه غير شكل، كان فهمه درنفيسي يا معود قلم قلم وليس قلمك هذه. الله شاهد اكو فيلم عليه مصور لي من كان بالجنة، قولوا لا طلع لكم اياه، طلع بالبولة ويركض خطيه ولد محازم هسه يفورون هنا، أنا ما يخاف حبيبي، وانا ليش انا اجيكم على مود اخليكم تفورون، وهسه راح تقول لي راح تشوف آل البيت ايش راح يسوون بك. انا ذاك اليوم درنفيسيا انعوجت، تعرفون مسوي بيت وكنت احشي على آل الشقه والش اسمه، فشوروا بي الله شاهد بدل الاثنين أربعة صار طق ها ماكو طقن شاي ولات بدل الاثنين أربعة، هذا انجاز لو لا، اللي يقول انجاز يكتب واحد واللي يقول مو انجاز يكتب اثنين، كل هذا تقول واحد 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 مثل ذاك، والله راح اخرط عليكم خرط من وادي كل واحد 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 يلا عيني واحد ونقبط. اشوف متعلم ابن الزايرة ابن صبيحة متعلم واحد 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 قاعد بلغ، انت بلغ وما لك شغل، انت بلغ الله شاهد عاني اعطيك صلاحية سب وتغلق سوي، بس علينا بليضحك بالاخير الله شاهد اجيب لك قضيب الرسول وبغلته واطير لك. فطومة آتيني ببغلة الرسول، لك غير بغلة هذا طلع بيها فور ويلز، هذا جي ام سي مو بغلة هذه يا عراقيين، جابت لي بغلة بفور ويلز فور باي فور. فطومة آتيني بقضيب رسول الله، لك هذا قضيب من حقه لعب الله شاهد لعب من حقه، كان من حقه يقول لك شو اسمه على هالقضيب، لا عمي حق الله شاهد على مود الإسلام على هيج قضيب، لا حجي مترجم من الليلة الله شاهد دا نحكي صراحة
واللي ما مسوي لايك يسوي لايك لأضربه بالقضيب. مر رسول الله أنا ما يشغله يا عراقيين، أنت ليش بس 10,000 مسوين بث هنا وبس 18 مليون لايك مسوين؟ أنت ليش هنا بالتكتك عافية ناشطين أنتوا بس 4 هنا و18 ألف، وأنتوا القناة الأولى والقناة الثانية شو ماكو لايكات؟ يعني أنا دا أتعب دا أتعب ليل نهار، وأنا مسوي مواد ما حد مسويها، مسوي خلطة صدام حسين على تكارته على هذه عوجة وما عوجة ويومية دا أذيع لكم إياها. زين القنوات العراقية ما سوتها، ودا أجيب لكم أبو درنفيس وأم شلابتين يا عراقيين هذا مو شهود، الله شاهد الشهود، هاتوا آتوا به هنا وآتوا بالبغلة والتهابات وقضيبهم ونستلمهم. التهابات يلا شوفوا شغلك مو طوي القناة، مكرمة من عندي لكم، يلا بقى مقصر وياكم، يلا سوي لايكات وخذ موطة. يعني هذه واحد شي سويا بناتهم حازم دا تشوفوهم خب دا تشوفوهم بناتهم حازم اشقد رافعين راسنا، كان بالدول العربية بأمريكا مثل ذاك الله شاهد أمريكا وفي أستراليا وفي أوروبا. فحبيبي مختصر مفيد قبل ما نروح، زين أوروبا رايحة، أمريكا تريد تبقي الدولار، الحرب العالمية الثالثة راح تكون بالشرق الأوسط وأنتوا طحينها، وأنتوا أبقوا هذا حكى وقال رسول الله وقال حسن مبارك وقال علي ودخل به الحسين، فها جائزة لا تنسوها 100,000 دولار للي يعطيني إنجاز واحد للحسين. إيش فتح غير أكو شغلات هو فتحها غير شغلات مو فتوحات إسلامية فتوحات شقلبانية. فحبايبي إيران بالعتكم وإيران راح تكون تلعب بيكم خلقة ولعبة بيكم خلقة، وإيران قاعد تسوي علاقات من جوة جوة وراح تسوي حتى صلح مع إسرائيل، وراها راح نشوف هذول الجحش المحشي واللي قاعد يمجدون بالجحش وبالميليشيات مصيرهم وين راح يكون. فهذا اللي راح يصير، وإن شاء الله أكون على خطأ بس ما أتصور هذه السنة ما تبشر بخير. تحياتي لكم والعوائلكم الكريمة وتصبحون على ألف خير. أجيب لكم بغلة رسول الله والقضيب أقسم بالله. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.